صباح الخير أعزائنا المشاهدين، صباح الياسمين والنور والإيجابية والابتسامة، ويا مرحبا بكم في برنامجكم استوديو ظفرة بفترة الصباحية. نتمنى تقضوا ويانا وقت ممتع وغني بالحيوية والإيجابية، ونبدأ معكم بالعناوين. السكري مرض العصر والأكثر شيوعا في العالم. الزواج المبكر هل هو مشروع محكوم عليه بالفشل أم هو أنجح أنواع الزواج؟ أسبوع دبي للتصميم، انطلاق المهرجان الإبداعي الأضخم في منطقة الشرق الأوسط. اسم السكر اسم يجيب السعادة، هو اللي نحلي به الشاي والقهوة ونستخدمه في الحلويات، بس تنقلب الآية عندما يرتبط هذا الاسم بالمرض، مرض السكري، واللي يصنف بأن المرض الأكثر شيوعاً في العالم، وتضامناً مع المصابين بهذا المرض أكثر من 20,000 شخص من سكان الدولة شاركوا في مسيرة حارب السكري. للحديث عن مرض السكري نستضيف بداية الدكتورة شيماء رزق، أخصائية أمراض السكر والغدد الصماء. حياك الله ويانا دكتورة شيماء. أهلا وسهلا بك. صباح الخير. صباح النور. واليوم بنتعرف أكثر عن مرض السكري. بداية، دائما الأشخاص يوم يسمعون مرض السكري يربطونه بالسكر، مادة السكر. تمام. فهل هو بالفعل مرتبطين ببعض؟ شو هو مرض السكري؟ طبعا هو مرتبط شوية بالسكر، ولكن احنا لو فكرنا ان هو الهيلثي لايف ستايل او الاكل بتاعت مريض السكر ان احنا نوقف السكر بس، ده مش حقيقي طبعا. نعم. احنا فعلا لازم نقلل السكر الحقيقي، ولكن عندك كذا حاجة تانية لازم بنعملها مع موضوع السكر، ان احنا نوع الدهون اللي بناكلها، حياتنا شكلها ايه، متابعتنا للسكر شكله ايه، بنتابع التحليل كل قد ايه. نعم. دي من ضمن الحاجات. قبل ان نتطرق الى العلاج او شو هو النظام الغذائي اللازم للشخص المصاب بمرض السكري يتبعه، خلينا نتكلم بدايه شو هو مرض السكري وشو اللي يسبب مرض السكري. طيب دلوقتي عندنا مرض السكر في عوامل في ايدينا وفي عوامل خارجه عن ايدينا. نعم. العوامل الخارجه عن ايدينا هي العوامل الجينيه والوراثيه. العوامل الوراثيه دي مش في ايدينا، حاجة مهمة قوي ان كل واحد فينا يعرف التاريخ الوراثي للأسرة، بمعنى بابا عنده سكر، ماما عندها سكر، خالي عنده سكر، أسرتنا فيها سكر ولا لا. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي بنسميها الانفايرومنتال فاكتورز أو العوامل اللي حوالينا اللي في إيدينا نعملها، زي الكتلة بتاعة الجسم. كتلة الجسم بالمصطلح العام هي وزن الجسم. طيب نحافظ على وزننا، دي نقطة مهمة جدا. طب تاني حاجة الضغط. بنسمع شباب كتير جدا عندهم الضغط وما بياخدوش دواء، بيقول انا هستنى لحد ما ضغطي ينزل بالطبيعه، او انا خايف اخد دواء اتعود عليه. دي مشكله تانية. طب الكوليسترول والدهون الثلاثيه، في ناس كتير عندها كوليسترول ودهون ثلاثيه وبتقول برده مش هاخد دواء، دي مشكله اخرى. كل العوامل دي زائد التاريخ الوراثي للسكر زائد حياتنا بقى، في ناس ما بتتحركش ما بتمشيش، فالرياضه عامل اساسي في موضوع السكر. ولكن ما هو مرض السكر؟ مرض السكر هو ارتفاع نسبه السكر في الدم. ارتفاع نسبة السكر الدم مش هي المشكلة، المشكلة في الأعراض اللي بتيجي بعد ارتفاع نسبة السكر. طيب السكر بيأثر على إيه؟ على العين، على الكبد، على الكلى، على القلب، ودي أهم حاجة. كيف يؤثر؟ تمام. السكر بيأثر على القلب، على الكلى، ولو قرينا في أحدث الإحصائيات معظم الناس اللي بتغسل غسيل كلوي الناس دي أصلا مرضى سكر، فبالتالي نسبة الفشل الكلوي في مرضى السكر نسبة عالية جدا. نعم. ودي وظيفة طبيب الغدد أو طبيب السكري إن هو يمنع حدوث هذه المشكلة، وده بيجي عن طريق المتابعة. يعني إحنا عندنا تحليل في البول بيبين لنا بداية مشكلة الكلى. نعم. ارتفاع الضغط حاجة مهمة جدا لمريض السكر، لازم الضغط بيكون بطريقة معينة. عندنا حاجة التراكمي، التراكمي لازم يكون في الطبيعي. في ناس كتير بتعتمد إنها تقيس السكر بالجهاز في البيت وطالما مظبوط خلاص، ولكن طبعا ده شيء مش مظبوط، لان احنا عندنا تحاليل تانية كتير جدا جدا بنعملها بتبين نسبة السكر. مش بس السكر الحقيقي، احنا عندنا في ناس اسمهم البري دايابيتك، ودي حاجة مهمة جدا جدا، ويمكن ده احدث حاجة. الناس اللي هم بنقيس لهم
تحاليل معينه بنعملها الناس اللي عندها تاريخ وراثي للسكر، بنقيس نسبه الانسولين، بنقيس متوسط السكر في 3 شهور. احنا عندنا ارقام عالميه دلوقتي معترف بيها، الارقام دي بتقول ان المريض ده عرضه ان يجيله السكر. طيب اذا حصل حاجه زي كده، اذا كان وراثي او غير وراثي، يعني في ناس كتير عرضه ان يجيلها السكر، هل احنا لما بنعمل التحليل ده بيكون احسن كتير من ان احنا نعالج؟ زي ما تقول الوقايه خير من العلاج، زي ما بندي تطعيم لحاجه، لا، احنا دلوقتي في احدث حاجه ان احنا نعمل نشخص العيان ما قبل السكري، وده لوحده مرض. ولكن كيف ممكن ياثر على العلاج اذا واحد عرف انه مثلا ممكن انه يصاب بهذا طبعا المرض؟ انت عندك الست الحامل مثلا، الست الحامل بيجي لها سكر اثناء الحمل، طيب بعد الحمل بيروح، هل كده هي شفيت تماما؟ هل هي كده تامن وجود السكر؟ لا طبعا، الست الحامل اللي جالها سكر فيما بعد، بعد كام سنه هي معرضه جدا يجي لها سكر، وبالتالي احنا بنديها لايف ستايل ريستريكشنز، تعملها انها ما تتحرك زياده، انها تقلل الدهون الضاره، انها تبدا تنزل من وزنها، انها تتابع سكرها. طيب عندك احدث احصائيات ان الناس اللي سكرها مظبوط في الاول والناس اللي اكتشفت السكر مبكرا وخدت علاج، الناس دي فيما بعد اقل عرضه لامراض الفشل الكلوي، اقل عرضه لامراض جلطات القلب، جلطات الدماغ، كل دي بسبب ان احنا في الاول ظبطنا السكر. نعم، اذا الوقايه في هذه الحاله هو بدايه الكشف المبكر، ومن ثم الكشف المبكر، نظام غذائي صحي. بالزبط. بالزبط. هذا النظام الغذائي ماذا يعني ينحصر في، ما هو الممنوع في هذا النظام؟ شوفي، احنا مش هنقول ممنوع السكر تماما، ولكن انت عندك طبعا كل ما بنقلل كميه السكر حتى للاطفال اللي ما عندهمش سكر كل ما يكون احسن. نعم. طيب عندك بدائل للسكر طبيعيه، دلوقتي بقى في اتجاه للبدائل الطبيعيه للسكر، سواء في الاكل، سواء في المشروبات، سواء سواء سواء، كل ده بيكون احسن. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه الدهون، انواع الدهون اللي بناكلها، في دهون مشبعه ودهون غير مشبعه. الدهون المفيده اللي بنستخلصها من الحاجات النباتيه زي زيت الزيتون، زي بذره الكتان، زي جوز الهند، زي الافوكادو، زي اللوز والمكاديميا والحاجات دي كلها مفيده. اما الدهون اللي في اللحم الاحمر، الدهون البيضاء زي جلد الفراخ والحاجات دي، كل دي دهون ضاره، دي دهون مفيده. زمان كان في مبدا كل الدهن عشان تتقوى، طبعا ده مبدا خاطئ وبيزود فرصه احتماليه حدوث امراض القلب والشرايين والجلطات وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الضاره في الدم. نعم. كل ده بسبب الدهون الضاره. طيب دي حاجه. تاني حاجه الرياضه، الرياضه بالاخص المشي والجري وركوب الدراجات، السباحه، الرياضه دي بتعمل ايه؟ بتنزل نسبه السكر في الدم، بتقلل حدوث امراض القلب، بتنزل الضغط، بتظبط مستوى الكوليسترول، كل ده مفيد. طب نعم. النوم، النوم بيفرق مع مريض السكر طبعا، قلة النوم بتفرز هرمونات بتأذي مريض السكر. مثل ما نشوف دكتورة شيماء، هو الرياضة والنظام الصحي جدا مهم. أكيد. وبالتالي مثل ما قلنا في المقدمة أن كان هنالك مسيرة، مسيرة حارب السكري. أيوة. اللي شارك فيه 20,000 شخص تضامنا في هذه القضية. نشوف هذا التقرير لأن الكاميرا الظفرة كانت موجودة. نشوف. تمام. طبعا هاي المسيرة، مسيرة المشي لمحاربة السكري، مبادرة أطلقها لاند مارك جروب بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مشكورين. وطبعا اليوم احنا ممثلين بهيئة تنمية المجتمع في دبي، شاركنا بكبار المواطنين انهم يكونوا جزء من هذا الحدث ويشاركونا المشي اليوم، وسوينا لهم مثل المسابقة البسيطة للجري لمسافة بسيطة، أسعدنا بها كبار المواطنين، ونشكر مجلس دبي الرياضي على هذا الحدث وعلى هذا التعاون. هيئة الصحة في دبي اليوم مشاركة بحديقة زعبيل في مسيرة حارب السكري. هاي طبعا الفعالية تهدف لرفع الوعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين كافة فئات المجتمع، وجعل النشاط الرياضي جزء من يعني حياتهم اليومية. نتمنى أن الكل استمتع اليوم وأنهم يعني يشاركونا في الفعاليات الجاية إن شاء الله. يعني صباح الخير. المهرجان اكثر من رائع، تنظيم جميل جدا، الامور كلها ميسره للدخول، اكتيفيتيز كمان كتير جدا، في انشطه كتير، وحتى الاكل موجود كله اكل هيلثي،
وصحي، فإن شاء الله يكون يوم جميل وعلى كل سكان دبي إن شاء الله. Beat Diabetes Event هو كناية عن walk، جمع العالم كله اللي عنده diabetes واللي ما عنده diabetes لنعمل support أو دعم للوقاية والعلاج من مرض السكري، وذر عند الكبار ولا عند الأطفال. مثل ما شفنا الدكتورة شيماء، يعني جدا مهم نشر الوعي بخصوص هذا المرض، وخصوصا أنه ممكن يكون في طرق للوقاية مثل ما ذكرنا، الكشف المبكر وما إلى ذلك. ولكن ماذا عن الأشخاص اللي اكتشفوا مرض السكري عندهم في وقت متأخر؟ هل هناك علاج لهذه الحالات؟ طبعا طبعا أكيد في علاج. احنا عندنا دلوقتي، كان زمان عندنا يمكن مجموعتين ثلاثة من الأدوية بنقدر نتحرك فيهم وبس. نعم. لو بقدر الله واحدة منهم عندك حساسية منها أو عند المريض حساسية منها بتبقى مشكلة. أما دلوقتي بقت المجاميع كتير جدا، ونقدر نستبدل ونغير الأدوية ونحط بدل الدواء 2 3 4. نعم. قبل ما نبدأ نخش على مرحلة الإنسولين اللي هي بتخوف معظم مرضى السكر. لماذا؟ طبعا أي حد لما بتقارني دواء بالبق عن دواء بالحقن اكيد. نعم. بيخاف ان هو ياخد ابره او 2 أو 3، بالاخص ان في ناس اللي هو النوع الاول من السكر دول لازم بياخدوا علاج بالابر انسولين. نعم. ولكن ايضا نسمع عن يعني الطب البديل بالاعشاب وما الى اخره، يعني شو هي حقيقه هذا الامر؟ هل بالفعل هي فعاله؟ بالحقيقه بالنسبه للسكر مش فعاله طبعا، بالعكس احنا شفنا كوارث بسبب الطب البديل سواء في الضغط او السكر. طبعا في اقوال عن حاجات معينه بتتاخد او في كل الامراض الباطنيه مش. نعم. بس في السكر طبعا الحاجات دي بتعمل كوارث، مش بتشفي، بتعمل كوارث. اذا ممكن تعطينا احنا مثال دكتوره؟ يعني في ناس تقول مثلا انا عندي الضغط هشرب كركديه، كارثه. لماذا يا كارثه؟ لان الضغط عمره ما هينزل بالكركديه، لو هو ضغط. نعم. حقيقي لازم بنشوف سببه ايه وبنعالجه وبناخد دواء. كذلك طبعاً. السكر في ناس كتير دخلت في غيبوبه السكر بسبب التفكير ده كتير، فهل ده صحيح؟ لا طبعا، زي ما قلنا كل ما بنظبط السكر من اول اكتشافه كل ما بيكون احسن. طيب. نعم. هتساليني في سكر بيخف ولا لا؟ في سكر ثانوي، السكر الثانوي اللي بسبب حاجه، زي ما قلنا الست الحامل هي عندها حمل عمل لها شويه هرمونات الحمل زودت السكر. طيب. نعم. اثناء الحمل السكر عالي، اخذنا دواء او اخذنا انسولين حسب ظروف الحمل وحسب نسبه السكر، بعد الحمل المفروض ان السكر طبيعي بينزل بيظبط، لكن هل دي خفت خالص؟ لا، واخد بالك هو خف في مرحله مؤقته. طيب تقدر تزقه لقدام كام سنه؟ 5 سنين 10 سنين، هي وشطارتها. نعم. طيب سكر ثانوي بسبب دواء، يعني في ناس عندها امراض مناعيه او امراض اخرى غير السكر بنضطر نديها كورتيزون، الناس دي سكرها بيرتفع بسبب الكورتيزون، هل لما نوقف الكورتيزون السكر هينزل؟ بالفعل بينزل، ولكن برضو اي حد تعرض لارتفاع سكر بسبب دواء بيبقى عرضه فيما بعد ان السكر يستمر معاه. نعم. فبالتالي السكر ده اللي خف هو اكتر واحد محتاج يتابع نفسه، وبيتابع نفسه مش بس بالشكه اللي احنا بنعملها في البيت او في الصيدليه او في اي مكان، لا بيتابع نفسه مع طبيب متخصص بتحاليل معينه، هو ده السكر اللي بيخف. لكن هل السكر من النوع الاول او السكر الحقيقي من النوع الثاني ده بيخف؟ لا، لكن هو بيتظبط بالدواء، سواء الدواء اقراص او سواء الدواء ابر انسولين او غيرها من الابر. اذا دكتوره شيماء ختاما، شو تنصحين المشاهدين؟ طيب اول خطوه معرفه التاريخ الوراثي والجيني للاسره، هل الاسره دي فيها سكر ولا لا. تاني حاجة الاكتشاف المبكر للسكر والفحص المستمر، يعني زي ما بنقول احنا لو عندنا عربية بنعملها صيانة، فما بالك احنا كبني ادمين، احنا لازم نفحص كل فترة نفسنا. نعم. وهتستغربي لما تعرفي ان معظم حالات السكر او كتير جدا منها اكتشفت بالصدفة في فحص عام، سكر عالي فنبدأ نفحص اكتر يطلع مريض سكر. طيب خلاص اكتشاف مبكر للسكر وبدأنا ناخد علاج نلتزم عليه، طب سكر فعلا من النوع الأول أو من النوع الثاني، لازم الالتزام بالدواء والالتزام بمواعيد الدواء والالتزام بنوع الدواء، يعني ما استبدلش دواء عن طريق حد صاحبي. يعني في ناس ماشية على دواء، صاحبتي بتاخد الدواء ده، طب والله أنا هاخد أصله مريحها. طبعا خطأ فظيع. طبعا. يبقى الاستمرار على نوع الدواء وعدم استبداله بدواء ثاني، متابعة الدواء.
بمعنى كل يوم في جديد، ما بالك في الطب والدواء، كل يوم في دواء جديد بينزل. فانا السنه الجايه لما هروح للدكتور ممكن جدا يستبدل لي الدواء ده بدواء تاني مفيد ليا. بمعنى في ادويه بتنزل الوزن، في ادويه بتحافظ على الكلى، في ادويه حلوه مع الضغط، في ناس ادويه كويسه مع الكلى. يعني يكون في مشكله بنزود دواء مختلف. جميل جدا دكتوره شيماء، ومعلومات مفيده وشرفتينا في الاستوديو. اهلا وسهلا بك. انا متاكده ان جميع المشاهدين استفادوا من هذه الفقره وشرفتينا. شرف لي، شكرا. مستمرين معكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. الزواج المبكر هل هو مشروع محكوم عليه بالفشل ام هو انجح انواع الزواج؟ اسبوع دبي للتصميم، انطلاق المهرجان الابداعي الاضخم في منطقة الشرق الاوسط. تقول حكمة فرعونية: خذ لنفسك زوجة وأنت في العشرين عساها تنجب لك طفلا وأنت شاب. ولكن هل يمكن تطبيق هذه الحكمة في عصرنا اليوم، خاصة في ظل وصف الجيل الجديد بأنه أكبر من عمره وابن العشرين يفكر بعقل الأربعين؟ ومع غلاء المهور وارتفاع تكاليف الحياة وصعوبتها، نرى بأعيننا عزوف الكثير من الشباب عن الزواج لا باكرا ولا متأخرا. فهل الزواج المبكر محكوم عليه بالفشل أم هو أنجح أنواع الزواج؟ خلونا نشوف بعض الآراء عن الموضوع ونعود لاستكمال الحوار، فلنتابع. أكيد لا. نعم. نعم. لا. نعم. لا. إيه. لا. للحديث عن الزواج المبكر نستضيف المستشارة الأسرية ناهد الدرمكي. حياة الله ويانا أستاذة ناهد. حياك الله اختي، وشكرا لاستضافتكم لي في هذا البرنامج وفي هذا الموضوع بالذات. اكيد هو موضوع شيق ومثير للجدل، ومثل ما شفنا في هذا التقرير الاراء منقسمه بين نعم ولا. هل الزواج المبكر هو احد عوامل نجاح الزواج؟ طبعا يعتمد على بدايه، طبعا لازم نعرف شو هو الزواج المبكر. صحيح. الزواج المبكر هو ان يكون الشخص او الرجل او المراه اقل من السن القانوني للرشد هو. فطبعا السن القانوني 18 سنه، ولكن كل ما كان السن اقل من ذلك يعتبر هذا في مرحله الطفوله. فبعد سن 18 سنه هنا نقول ممكن انه يكون في نوع من القرار للرجل او المراه، وهني نقول انه ممكن يكون زواج غير مبكر. نعم. لكن اذا الزواج المبكر هو مرادف لزواج القاصر؟ طبعا اللي هي تكون قاصر لاقل من السن 18 سنه. ولكن في بعض الاحصائيات لدوله الامارات ان الزواج كان سابقا بين سن 18 وال 24، يعني طبعاً. حتى في فتره يعني ليست بالطويله طويلة الأمد. نعم. ولكن حاليا ارتفع سن الزواج أو معدل سن الزواج في الدولة إلى بين 24 والتسعة وعشرين، والذي يعتبره لا زال بعض الشباب هو زواج مبكر. فما هو يعني العمر، هل هو محصور بأن يكون تحت 18؟ يعني إذا فوق 18 سنا لا يعتبر زواج بعمر مبكر؟ مبكر نعم قانونيا. نعم. منظمة الطفل العالمية أصدرت بأن الطفل يعتبر من بعد سن 18 يعتبر غير طفل، يعني يقدر يتخذ قرار، يقدر مثلا يتحمل حتى قرار. ولكن هناك مثل ما قلت أنت في دولة الإمارات طبعا أو في الدول العربية وخلينا نقول الخليجية بالأخص، كانت سابقا تعتبر أن الزواج المبكر للبنت لها أسباب معينة. صحيح. لها أسباب ولها مسببات، فكانت المجتمع يختلف، الثقافة تختلف، التراث صار يختلف، العادات والتقاليد أيضا أثرت فيها. هاي الأشياء أثرت على طبيعة الحياة والتفكير أساساً. أكيد. استاذه ناهد، خلينا نتكلم اكثر عوض عن زواج القاصرات، لنتحدث عن الزواج في العمر المبكر ولكن في السن القانوني. يعني نقول بين سن 18 وال 24، هل هو قرار صائب للزواج في هذه الفتره العمريه؟ نعم يعتبر، نعم
ولكن مثل ما قلتش في هناك أسباب وفي آثار وفي إيجابيات وسلبيات. إذا لنتحدث عن هذه الإيجابيات والسلبيات. طبعا هناك في إيجابيات للموضوع، طبعا في من خلالها أن الإنسان أو الرجل أو المرأة يكونون في سن صغيرة، دائما يطلعون الأهالي، ودائما المرأة هي اللي منحط عليها النقطة هذه، أن طبعا فترة الخصوبة تكون أكثر لها من ما تأخرت لو تأخرت عن الزواج. ثاني شيء أنه تقدر مثلا تعيل أسرة، تقدر مثلا تسيطر. أيضا الأهل لهم تفكير آخر أنه ممكن البنت تنستر، ممكن البنت تكون تحت ظل مثلا الزوج، وطبعا اللي هي تكفل الزوج كامل. هاي أصلا من الأشياء اللي يعني تفكر فيها كأسرة. نعم. لكن من ناحية أخرى أيضا من بعض اللي هي الاطلاعات، لا عفوا، من بعض الاطلاعات اللي سألت عنها اللي هي الإحصائيات اللي سويتها. نعم. من خلال المجتمع طبعا أغلبهم قالوا اللي هي الإيجابية الوحيدة أن الواحد الزوج والزوجة أو الأب والأم يكونوا يكبرون مع عيالهم. نعم. يكبرون مع عيالهم، يشعرون فيهم أكثر، يكونون عارفين المراحل العمرية ويكونون قريبين منهم أكثر. بعكس في الطرف الآخر اللي هي من السلبيات، إنه لما يكون عمر الأب والأم كبير عن بالنسبة أو الفارق الكبير العمري بين الأم والأب والأبناء، هني تصير نوع من مثلا البعد بينهم في التفكير. إذن الإيجابية في الزواج المبكر هي سلبية نوعا ما في الزواج المتأخر أكثر. نعم. في أكيد. العمر، ولكن ماذا عن سلبيات الزواج في هذا العمر الصغير؟ طبعا السلبيات طبعا هي من اهم الاشياء اللي يعني مثلا احنا نقولها، هي المرأة نفسها لما تكون صغيرة طبعا ينسلب حقوق معينة لها، اللي هي حق التعليم، انها ما بتقدر تكمل تعليمها، ما تقدر تثبت وجودها، ما بتقدر ايضا تكون شخصيتها، الشخصية تكون غير مكتملة كزوجة، تتحمل مسؤولية، تتحمل عيال، تتحمل البيت، كل هذه الأشياء وايد ممكن تأثر عليها. ممكن بعد فترة الفارق السني أحيانا، في بعض الأحيان تكون المرأة تكون صغيرة في السن والزوج يكون كبير في السن، هني الفارق يسبب بعض المشكلات بالنسبة للتعامل بينهم، للتفكير، للاندماج بينهم، فيصير أيضا هني تزيد معدلات الطلاق عندنا. نعم. لما يكون الفرق العمري بين الزوجين. ليش حاليا نشوف ارتفاع أو بعد الشباب عن الزواج المبكر وكأنه فكرة مخيفة أو مرعبة يبتعدون عنها؟ طبعا أنت عندك كل التحديات الموجودة حوالين أي شاب في المجتمع، تلاقين مثلا ايضا التكنولوجيا، دخول التكنولوجيا في الحياه، في خلال الحياه كلها، السوشيال ميديا، الاشياء هاي. كيف ممكن السوشيال ميديا تاثر على قرار الشاب؟ طبعا تاثر، لما يشوف احيانا يكون عنده شاب عنده معتقدات معينه، عنده افكار معينه، من خلال السوشيال ميديا يطلع على افكار واشياء عديده جدا، قد يكون تجذبه وقد يكون تبعده، وقد تكون إيجابية ومفيدة. طبعا قلت إذا ممكن تكون إيجابية ومفيدة وتجذب الأشياء، الأفكار الجديدة. نعم. مثلا تتفتح فكرة بالنسبة للحياة الأسرية، اطلاع أكثر على بعض البرامج اللي تفيد الأسرة وتفيد المجتمع. هل الاستقرار المادي وخصوصا مع صعوبة الحياة وما إلى ذلك تشكل عامل أساسي في يعني بعد الشباب عن الزواج في عمر مبكر؟ طبعا هذا طبعا من الأسباب اللي هو عزوف بعض الشباب عن الزواج المبكر والسريع، اللي هم خوفهم دائما من اللي هو المادية أو الحياة المادية نفسها. دائما يفكر الرجل بحد ذاته يفكر بشكل مادي أكثر، كيف بيعيل الأسرة، كيف بيوفر. نعم. السكن، كيف بيوفر الاحتياجات الأسرة. اليوم إحنا اثنين، باكر بنكون ثلاثة وأربعة. صحيح. فهني وايد يفكر الآن، مش مثل قبل. قبل كانوا أهالينا حياتهم بسيطة جدا، يعني ما تحتاج إلا التعقيد وال يعني مثلا التفكير الكثير. نعم. الحياة بسيطة جدا، ولكن الآن أصبحت الحياة تحتاج وتتطلب تفكير أكثر. يقولون في بعض الأشخاص أن الأولاد يبون الرزق وياهم، هل توافقين هؤلاء الأشخاص؟ طبعاً هو كل إنسان برزقه، وكل. نعم. شيء رب العالمين طبعاً أعطانا الشيء هذا، ويقيناً بهذا الشيء أنك الطفل برزقه، الحياة برزقك أنت فيها، العمل برزقك فيه، ولكن أيضاً الإنسان إذا ما كان قبل ما يقبل على هذه الحياة ما عنده هدف، ما عنده ترتيب،
لأفكاره وأهدافه وطبعاً لحياته. طبعاً أكيد بتواجهه بعض المطبات أو بعض اللي هي المشكلات اللي يحتاج لها فعلاً يوقف وقفة يبدأ يعيد حساباته فيها. نعم، إذا نشوف أن الزواج المبكر هو ليس بالضرورة عامل للنجاح أو فشل الزواج. نعم. ولكن العوامل التي قد تؤثر على الزواج بشكل عام هي قد تؤثر أيضا على الزواج المبكر. نعم، على الزواج المبكر وحتى نعم. الزواج اللي هو العادي الطبيعي المتأخر نعم. في العمر. ومن هذه العوامل ذكرنا الاستقرار المادي والاجتماعي والنضج، هل هنالك أي عوامل أخرى ممكن تؤثر على هذا الزواج وتؤدي إلى فشله؟ طبعا مثل ما قلت لك اللي هو الفرق العمر بين نعم. بين الاثنين، عن عدم استعداد احد الطرفين. احيانا الاهل، ضغوط الاهل وضغوط الاسر، لا اتزوج بسرعه، لا ما اعرف شو، هو في سن ممكن الرجل يكون في سن اوكي قانوني وعادي نعم. وراش، لكن البنت تكون صغيره، لا اتزوجي لان نحن والله عشان خايفين عليك من العنوسه، خايفين عليك من انه يروح يفوتك القطار والتمين ياسه في البيت. فهاي الاشياء دائما ضغوط نخليها نقول لك اسريه احيانا تكون للاشخاص اللي مقبلين على الزواج المبكر، شو تنصحيهم؟ طبعا انا ما في شك يعني حالات شفتها في الزواج المبكر، وطبعا الكل راى ان فعلا ان الانسان اذا كان بيتزوج البنت بالذات، يعني انا كلامي دائما للبنت دائما، لانها الحياه مش بس فستان ابيض كوشة هدايا، وإنما الحياة يبالها تفكير، يبالها إعداد من قبل، يبالها جلسة تقعدينها بصفاء، سواء كنت في عمر 18 أو في عمر 24، تحتاج فعلا تفكير عميق، لأن باكر بتكونين أنت الأساس لإنتاج وتكوين هذه النواة الأساسية اللي بتكون أساس للمجتمع الأساسي. نعم. فهني اعتقد ان البنت دائما لازم تفكر اكثر، والولد ايضا ما يقبل دائما بالفرق العمر اللي بينه وبين البنت. شكرا جزيلا استاذه ناهد الدرمكي، شرفتينا اليوم في الاستوديو. الله يحييك، والعفو جدا، وشكرا لكم استضفتوني في هذه الحلقه، واتمنى انها طبعا كل المقبلين على الزواج اتمنى لهم حياه سعيده، واتمنى لهم فعلا يعني قرار يكون ناجح وجاد. إن شاء الله إن شاء الله، أنا متأكدة أن أيضا المتابعين والمشاهدين استفادوا من هذه النصائح، ومستمرين ويا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. أسبوع دبي للتصميم، انطلاق المهرجان الإبداعي الأضخم في منطقة الشرق الأوسط. انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكثر ضخامة في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة. وقدم أسبوع دبي للتصميم أكبر برنامج متنوع حتى تاريخه. مزيد من التفاصيل عن أسبوع دبي للتصميم في سياق التقرير التالي، فلنتابع. انطلقت فعاليات أسبوع دبي للتصميم بالشراكة مع حي دبي للتصميم وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون، ليقدم في نسخته الخامسة البرنامج الأكثر تنوعاً من ناحية التخصصات والبرامج. وشهد المهرجان الإبداعي أكثر من 200 فعالية ومشاركة 150 شركة، إضافة إلى العديد من المعارض والأعمال التركيبية والحوارات وورش العمل والفعاليات في أنحاء المدينة لعشاق التصميم وجمهور الفنون، ليسلط بذلك الضوء على الهوية التصميمية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة. معرض داون تاون ديزاين هو أحد المحاور الرئيسية لأسبوع دبي للتصميم. شهد المعرض مشاركة متزايدة من العلامات التجارية العالمية لتصبح هذه النسخة الأكثر تنوعاً بين سابقاتها،
ويعود هذا القسم المخصص للتصاميم الفريدة ومحدودة الإصدار ليسلط الضوء على المهارات المتميزة التي تزخر بها المنطقة. مدار بالخصوص هو بيكون معرض من خلال الداونتاون إديشنز بقلب الداونتاون ديزاين تنت. هو معرض بحثي وبيفرجي شغل من كل أنحاء الشرق الأوسط مثل بيروت، الكويت، القاهرة، دبي، السعودية. بيفرجي شغل من مصممين مختلفين وعم بيشتغلوا بأشياء مختلفة مثل السيراميكس، في عندك اللي عم بيشتغلوا بالتكنولوجي والإنوفيشن، 3D printing والشغل بالبيئة للتفعيل الاجتماعي، وفي عندك طبعا شركات مثل مثلا تشكيل وبيئة مثل انه بيكونوا شركات مؤسسين من اليو اي. وصلنا معكم لنهاية فقرات برنامج استوديو الضفرة بفترة الصباحية، على أمل أن نلتقيكم في الفترة المسائية لهذا اليوم، وانتظرونا في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج استوديو الضفرة بفترة الصباحية. إلى ذلك الحين هذه تحية مني ومن فريق العمل، وفي أمان الله.